أحمد فرحات واحد من أبرز الشخصيات التي جسدت دور الطفل الشقي الظريف في عالم السينما المصرية. 17 فيلماً شارك فيها فرحات كطفل، وذلك في فترة امتدت لنحو 10 سنوات. أبرز هذه الأعمال كان سر طاقية الإخفاء وإشاعة حب وآخر شقاوة وغرام في السيرك واسماعيل ياسين في السجن. تميز فرحات بتمثيل أمام نجوم كبار في تلك الحقبة مثل عمر الشريف، برلنتي عبد الحميد، واسماعيل ياسين، وعبد الحليم حافظ، لكنه اعتزل مبكرا بعد حرب 1967 وعاد في 2012 بعد سنوات من الغياب. كانت له علاقة وطيدة مع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ الذي صحبه معه في عدة أفلام، وكان صديقا وفيا له رغم فارق العمر بينهما، حيث قدم له الكثير في مجال الفن. كان فرحات إلى جانب التمثيل مهندساً مميزاً، عمل في اتصالات الرئاسة المصرية مع الرئيسين الأسبقين أنور السادات وحسني مبارك، وكان له موقف طريف مع الراحل حسني مبارك الذي ظنه طفلاً عندما رآه لأول مرة قبل أن يدرك أنه مهندس جديد في الرئاسة.